التعامل مع المراهق قد يأتي منها نفور، قد يأتي منها عصيان للأمر، قد يأتي منها بعض الأشياء اللي يستغربها الأب والأم. فأنا ودي تنوهني ودنا تعطينا وتنور المشاهد كيف يتعامل مع المراهق. والله يا أبو عبد العزيز سؤالك بارد. جميل جدا، وأنا يعني السؤال هذا يعرض علي في استشارات شبه يومية. عجيب، لأنه مهم جدا. خلني قبل أبو عبد العزيز قبل أن ندخل في المراهقة خلني أتكلم ما قبل المراهقة. لا أنت أبوي الله يعطيك العافية، لا أنت جعل من جابك الجنة. شكرا محسن، محسن صح؟ لا أنت أبوي. الطفولة السوية يا أبو عبد العزيز والطفولة التي يعني مرت بأمان نفسي واستقرار عاطفي واستقرار بين الوالدين بإذن الله تكفل لنا وتضمن لنا مراهقة مريحة، مراهقة تخلو بحول الواحد الأحد من المشاكل. المصيبة عندنا إيش؟ الطفل تربى وترعرع في أجواء أسرية غير مستقرة، تناحرات وتنافرات ومشاكل وجدالات، فتربى الابن ودخل في مرحلة المراهقة وهو قلق، وهو لم يتجاوز صدمات الطفولة، وهو لم يتربى في أجواء آمنة وصحية نفسيا. فهنا راح تجتمع أهوال المراهقة وصدمات الطفولة. طيب وش المراهقة؟ أول شيء المراهقة هي عمر حرج، وهي انتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والنضج. إذن الفترة هذه فترة تحول، فترة انتقالية، ودائما وابدا جدا يا أبو خالد دائما في أي تاريخ شيء المراحل الانتقالية هي المراحل الخطرة، دائما هي المراحل الصعبة، المراحل المتعبة. طيب كيف حنا يا الأهالي نهيئ أجواء آمنة صحيا نفسيا في طفولة أبنائنا حتى بحول الواحد الأحد يدخلون في عمر المراهقة ويطلعون وهم في أمان؟ أول شيء من متى يبتدي عمر المراهقة؟ بتستغربون من الرقم، يعني عند الأبناء الذكور تبدأ المراهقة حسب الدي اس ام 5 والدي اس ام 5 المعدل اللي هو المنظمة الأمريكية للصحة النفسية، هي اللي تعد القوانين هذه والمقاييس. قالت إنه من عمر 11 سنة إلى عمر 24 سنة يعتبر الولد مراهق، ومن عمر 10 سنوات عند البنت إلى عمر 24 سنة مراهقة. أيضا في سنتين أو سنة قبلها الإعداد للمراهقة، يعني تبدأ تغير سلوكيات هذا الابن وهذا البنت. طيب إذا عندي ابن أو بنت في هذا العمر وش السواه؟ أول شيء لازم يعلم الأب والأم أن المراهق عبد الله. أنت عبد الله ما عليك أمر، عطني الورد هذا، ما عليك أمر. يعطيك العافية هو الله يرحم والديك عنا، شاكر لك يا حبيب قلبي. هذا ورد أضرب عليه مثال الحين. عمر المراهقة عمر خطير جدا وعنيد، وكله عناد، عنف، انفعال، سلوكيات ما لها مبرر، علامات استفهام كثيرة. المشكلة وش هو؟ ان الاهل ما يتفهمون مرحلة المراهقة فيبدون في الاصطدام مع هذا المراهق، فهنا النتيجة دائما سلبية جدا 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 جدا. اول شيء لازم يعلمون الاباء ان مرحلة المراهقة هي تغير فيسيولوجي، يعني تغير نفسي داخلي، وتغير بيولوجي يعني تغير خارجي في شكل الاعضاء، في مناطق الشعر تغير. هو هذا المراهق بيبين لأهله تراني انا ما عادني بذاك الطفل اللي على كيفكم تودوني تنيموني الساعة هذه، تشترون الملابس دي وتقولون البسها. يبي يعبر عن رأيه، فالأهل غير متقبلين لأن خابرين كم طفل. فهنا نصطدم مع الابن. طيب وش يحتاج المراهق؟
المراهق يحتاج إلى حيز نفسي، الحيز نفسي أن يعطيه مجال وطالع فيه بعين ملاحظة وليست عين مراقبة. يا سلام. العين المراقبة أني أنا أخدش ثقتك وبسرعة بسرعة جيب جوالك. هنا كسرت معايير الثقة، ولكني أنا عين ملاحظة تابع سلوكياته من برا البرة، خلنا من برا البرة. طيب الآن اللي قدامي هذا ورد، أبو حاتم تراك بتجاوب على نص على سؤال ثم على سؤال ثم على سؤال ثم على سؤال. أبو خالد هذا ورد، هل متأكد إنه إلا ورد؟ ورد صح أنه صناعي بس ورد. أنت لا توقف على خذ المثال، أخذ العبرة لا تأخذ الورد هذا. يا أبو حاتم هل نقدر نحطه في شمس مرة؟ لا ما نقدر. يا سلام. يقول أبو حاتم لا. الاسم الكريم ريان البقيني. عليان.